شكرا عبد الله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، شغف وإثارة بعد كأس العالم فيفا قطر 2022 هنا في ملعب أولد ترافورد. دقيقة صمت على جورج كوهن نجم فولام ونجم إنجلترا في كأس العالم 66. بعد 6 أسابيع منذ التوقف 13 نوفمبر والعودة في لقاءات الأمس في إطار مباريات دوري إنجليزي الممتاز، أمامنا هنا الهولندي إيريك تان هاخ، أمامنا مدرب نادي مانشستر يونايتد وضغوطات كبيرة رحلت بعد رحيل نجم كريستيانو رونالدو بعد فسخ العقد بالتراضي العام الأخير. لقاءي كرواتيا بلجيكا وكذلك أيضا كان حل بهدفين مقابل شيء في حين نوتنغهام فورست حقق برونو اللي بيحاول يعدي مفاجأة المغرب إخراج المنتخب أمام راسيا الذي كان ضمن قائمة المنتخب الهولندي الذي خرج يجيب هدف أول، لكن تعود إلى مالاسيا وهنسي وهنسي الحارس الخبرة الحارس الخبرة. آخر مباراة لعبها كانت مع بيرلي في الموسم الماضي مباراة ليدز، وكان لعب أيضا أمام المان يونايتد خسر في اللقاءين. ذلك الوقت إيريك كانتونا عند 64 هدف، إيريك كانتونا في الدوري الإنجليزي سيتي اللي هيلعب إن شاء الله أمام ليدز غدا بإذن الله في أستراليا لم يشارك فيها. أمامنا هنا فاران استلام المرة دي تحت شيرين وقد ينتقل إلى النصر السعودي بعد قمة كان بطلا لأوروبا أمام مالمو 9 ديفيد ريا طبعا حارسي المنتخب نوتنغهام فورست اللي استغل التفوق خلال الإيقافات اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، ولكن أمامنا هي كرة تطلع إلى خارج الملعب. هذه أمامنا هنا هذه 20 اللي سجلوها كانت من مرتدات يعني نسبة 25% المرة. إريكسن لعبان الارتكاز، إريكسن عدى حلو قوي، إريكسن أمام من جانب المان يونايتد والكرات العالية لكن على طول وين هانس. شوف لوك شو النهاردة قلب دفاع هنا من جانب الهولندي مالاسيا كان ضمن قائمة اللاعبين في هدف كان في مباراة إيفرتون مباراة التعادل 1-1 وهجمة يا ولد يا ولد يا ولد على الكرة الثابتة اتعملت روعة روعة وماركوس راشفورد يعادل رقم إيريك كانتونا 64 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز. ماركوس راشفورد أمامنا هو في هذه اللقطة الجميلة الأسيست الرائع من جانب اللاعب إيريكسون وهنسي لم يحرك لا سكن لم يحرك لا سكن 19 دقيقة. قدم فاران ووجود يعني مارسيال واللي هو قوي يا ولد داس عليها بكعبه رائع مارسيال بباطن القدم الثاني المرة دي راشفورد يصنع ومارسيال لسه بنحكي عن مارسيال لما بيكون في الفورمة ويكون في الأداء والمرة دي هانسي لا يجد إلا إيه إنه يضع إيده وتاخد إيده كرة وتبقى هدف حلو قوي هدف حلو قوي قوي الهدف الثاني الملعوب. لكن شوف السرعة وشوف استغلال المساحة وشوف التحرك الرائع وإيه يعني في 3 دقيقتين صعبين عليه كورتين صعبين عليه على طول الكرة من نوتنغهام فوق ما قال المدرب طبعا ستيف كوبر زي ما قال بدأ يعود. هذه أمامنا هنا بساكة العرضية في اتجاه مارسيال لكن أنتوني مارسيال إعارة إلى إشبيليا كان في الموسم الماضي أمامنا وهنسي كاد أن ينقذ الكرة الثانية لكن الهدف الثاني يعني حقيقة عشان خبر إنجلس وإن كان يعني كان ساكا وفوق اللي منها سجل المان يونايتد بركنية إيريكسون. يشارك النهاردة فاران في مباراة اليوم مع وجود فريد ووجود أيضا رشيد بيه كريستيانو رونالدو 5 كرة ذهبية لكن محتاج العقل والرؤية مرة تانية تزينة حلوة حلوة كرة يفاجئنا أمامنا هنا اللاعب رايان ياتس هذه الكرة القوية واحدة من الكرات الخطيرة القليلة اللي فيها اختبار أول هنا الحارس ياتس أمامنا 8 أهداف حارس الأصل 3 حراس المنتخب إنجلترا دين هاندرسون لاحق له المشاركة الثنائية في ليفربول في وست هام وسجل النهاردة وعمل منتخب البرازيلي طبعا قبل أن يستقيل ورحل تيتي عن منتخب الكرات العالية التحضير حول لكن ابعاد المره دي عوده كده بقى مباراتين في منتهى القوه امام المان سيتي وامام نادي الاصل عطوا الكره الى خارج الملعب كره المره دي من جانب انتوني تفوق وسجل في بداياته ولكن امامنا هو انتوني عنده طبعا ايفانجولوس ماريناكس يمكن الافضل في منتخب البرتغال مع خروجهم امام الماء وخسروا في 8 لقاءات على طول الكره ملعوبه المره دي لنا اللودي
وهدف تقليص النتيجة عن طريق اللاعب رايان ييتس. رايان ييتس لودي عاملها حلوة قوي، حلوة قوي في المكان ايه، في ظهر فاران. يأتي امامنا هو ييتس ويحل ويرفع من حرارة المباراة. ملعوبة حلوة قوي الحقيقة من جانب رينا لودي، واتحسبت بقى باحتساب تسلل على اللاعب ويلي بولح. 2 لا شيء في شوط اول مثير، حتى سوسيداد وامونيا وايضا مع المولدوفي فريق شيريف تيرسبور. ركله مرمى ماركوس راشفورد نجم الشوط الاول، نجم الشوط الاول. بص التحرك، بص اتحرك ازاي بعد وقت طويل قوي الحقيقه. مره ثانيه كره تعود وحل هدفين، في حين امامنا نوتنغهام فورست يحاول في هذه اللقطه في كره عرضيه لكن تطلع الى ركله ركنيه هي الرابعه في المباراه. مان يونايتد في حراسه المرمى ديخيا، في الدفاع الرباعي بيساكا باران تالانتا واللي لعب الاربع مباريات وسجل كان في مرمى تمرير المرمى. تحرك حلو قوي من جانب اللاعب ايواني، لكن التفوق اللي كان بهدفين مقابل لا شيء. سيرجيو ريه ملعوبه حلوه، حلوه الكوره، حلوه الكوره، وكان المرات في الجنب الشمال رينا لودي يعمل عرضيه خطره جدا، عرضيه حلوه قوي من البرازيلي رينا لودي. وادي امامنا هنا يضغط مره ثانيه ران امام للسير اليكس فيركسون بقى، واستمرار رحله المدربين من دي على التمريره. استلام من برونو يعملها حلوه قوي، لكن انتوني يا راجل، انتوني النهارده البرازيلي مش في افضل حاله. انتوني عنده 3 اهداف وليس في افضل حاله مع منتخب بلاده بلقب كاس العالم مع الارجنتين. تحرك من برونو الى الهداف مارسيال، لكن ترتطم في قدم وين هينسي ويضيع مارسيال، يضيع مارسيال فرصه كبيره في الدقيقه 60 امام، ونزل توفولو وسوريتش ودينيس. حلو قوي كاسيميرو لعبها جميله لفريد يا ولد. هدف برازيلي، هدف برازيلي امامنا اهو. يا عيني يا عيني على اللمسه من جانب كاسيميرو، الضغطه والقطعه والتمريره الروعه، روعه.